السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة معادنا مع آخر شابتر سهل في الكلام السهل اللي احنا بنقوله، واللي انت أصلا كان عنده خلفيات قبل كده، بس احنا النهاردة بنراجع عليه من وجهة نظر المالتي ميديا. فالنهاردة عندنا شابتر 4 بيتكلم على الهاردوير والسوفت وير اللي بيسمحوا لنا ان احنا نشغل عليهم المالتي ميديا. فبنبص مع بعضنا الدنيا هنا هتمشي ازاي بالنسبة لإيه هي الهاردوير والسوفت وير المفروض ان احنا نشتغل عليه. بيقول لك الهاردوير need to be considered when you specifying او designing او creating او maintaining المالتيميديا presentation. ليه بقى حضرتك تفتكر يعني لازم ناخد في اعتبارنا الهاردوير واحنا بنيجي نصمم المالتيميديا؟ اكيد حضرتك هتقول ما ينفعش ان انا اصمم مالتي ميديا برزنتيشن ان هي تشتغل على جهاز الرامات بتاعته كذا والساعة بتاعته كذا والسرعة بتاعته كذا والشاشة الريزولوشن كذا، تمام، او في الاخر تيجي تلاقي ان انت الكاستمر هيشغل الحاجة دي على جهاز مواصفاته اقل، فدي كده بقت مشكلة حضرتك. انت دلوقتي عندنا مشكلة تانية ان انت الطلبة بتوع الثانوية العامة كلهم بقى معاهم اجهزة تابلت بيسلموها لها. طب يبقى انت كده دلوقتي هتقول لي انا هصمم المالتي ميديا برزنتيشن بتاعي وكده كده اللغات بتاعت البرمجة دلوقتي فيها ان انا بعمل ريسبونسيف كودينج بحيث ان الريسبونسيف كودينج ده بيشيك على بيعمل ديتكت للويتس والهايتس بتاع السكرين والريزولوشن بتاع السكرين ويأدجست بالتالي الكونتنت على اي شاشة هتمشي عليه. هقول لحضرتك ماشي، دي حاجة ظريفة، لكن ده مش احسن من ان انت دلوقتي تشوف ان ايه اصلا مواصفات التابلت اللي شغال عليه طلاب الثانوية، ادام انت رايح تعمل مالتي ميديا لبتوع الثانوية. عايز اقول لحضرتك دلوقتي ان في شركات فتحت مخصوص لتوفير المالتي ميديا كورسز لطلاب الثانوية العامة بعد انتشار التابلت معاهم. فدلوقتي حضرتك انت بقى احسن ان انت تصمم في المطلق مالتي ميديا تمشي على اي جهاز، ولا ادام انت موجه المالتي ميديا كورسز اللي هتعملها دي ليه طلاب بتوع الثانوي تروح تدرس الهايت والويتس والريزوليوشن والساعة والسرعة والكثافة وكل الحاجات بتاعت الجهاز اللي بيشتغلوا عليه، وتبتدي تعمل التابلز بتاعتك والايكونز والبوتونز بتاعتك والديزاين اللاي اوت و و و كل ده بناء على الفيزيكال الاكزيست اوريدي مع الطلبة؟ اكيد ده هيبقى احسن من الريسبونسيف. ممكن الريسبونسيف ده يطير لك حاجه في النص، يخلي الايكون اللي انت كنت فاكره هيبقى شكله كويس طلع ان هو بقى الفونت اللي فيه صغر جامد جدا لما اشتغل. فيبقى احنا حضرتك الشابتر بيقول لك هاردوير needs to be considered لما حضرتك تفكر ان انت ايه specifying او designing او to create او maintaining المالتي ميديا برزنتيشن زي ما احنا شفنا كده. فانت عندك display adapter، فانت عندك الريزوليوشن بتاعك البيكسلز سايز عندك هتبقى شكلها ايه بالنسبه للجهاز بتاعك. فور اكزامبل لو اللابتوب بتاع الريزوليوشن 1600 في 1200 بيكسلز وانت مصمم المالتي ميديا بتاعتك على اعلى من كده، انا مش هستفاد بالحاجة بالأعلى من كده، تمام، ده ممكن تطلع الريزوليوشن أوحش عندي بعكس إن أنت كنت مصممها على ريزوليوشن أقل فبتطلع شكلها عامل إزاي. فإزاي حضرتك دي تفرق معانا، دي مهمة جدا. الفيديو ميموري اللي بتستخدمها هيستخدم ار جي بي ولا سي اي ام الانتنستي انفورميشن بتاعته. الموشن فيديو بتاع حضرتك الفريم ريت بتاعه كام، سايز اوف فيديو ايمج كام، الكالر ريزوليوشن كام. فحضرتك لازم تبقى عارف الحاجات دي وانت بتصمم المالتي ميديا بتاعك. الامج والتكست كابشر عندك الاو سي ار، تمام، الديجيتال كاميرا السكانر، كل دول حضرتك ميثودز بتستخدمهم او تولز بتستخدمها علشان
ان انت تدخل الصور بتاعتك للكمبيوتر، تمام؟ فبالتالي الحاجات دي كلها مواصفاتها ايه، الدي بي اي بتاعها كامل، اللي هو الدوتس بير انش ريزوليوشن، شكله عامل ازاي، السوفت وير اللي هتشغله، الكواليتي بتاع السكاننج، وخدت السكان على انهي كواليتي. طب لما انت خدت سكان على انهي كواليتي، الاو سي ار هيعرف يشتغل عليها ولا الاو سي ار كان محتاج كواليتي اعلى عشان يعرف يريكوجنايز الكاركترز اللي دخلت دي. الرينج بتاع الفونت اللي موجوده، هل بيدعم فور اكزامبل للعربي خط الثلث وخط الرقعة وخط مش عارف ايه، فعشان يميز الحروف ولا ما يقدرش. كل الحاجات دي حاجات مهمة. عندك الساوند، الفورمات الشهيرة الويف والام بي 3 والام اي دي اي، ادي عندك الجهاز، عندك اهو الجهاز عند حضرتك، هيطلع ايه؟ هيطلع ديجيتال داتا 1 و0 1 و0. فيبقى انا عندي دي اي سي كونفرتر ديجيتال داتا تو انالوج، الساوند كارد اللي بيتركب عندك اللي فيه الجاكات بتاعة السماعات، تمام؟ عشان هو ده اللي هيحول لك للانالوج عشان ناخد منه السبيكر، تمام؟ فبقى انت عندك ساوند كارد بتاعك، شوف مواصفاته ايه. كذلك المايكروفون، المايكروفون انت حضرتك هتغني كاراوكي اهو وتقعد تجعر، تمام؟ فانت اصلا بتطلع انالوج سيجنال، فانت عايز تديجيتايز الكلام ده، فبتدخله على الكارت عشان يدخله لك على الكمبيوتر ديجيتال. فنوع الكارت شكله ايه، مواصفاته ايه، دي حاجة مهمة. الفيديو كاميرا، انت عندك الانالوج فيديو، عندك شرايط كتير فيديوهات سينما قديمة عايز تحولها للكمبيوتر، عندك شرايط فيديو كنت واخدها لعيالك الصغيرين بالهاندي كام، فكلهم كانت متصورين، شوف بقى كنت مصورهم ان تي اس سي ولا بال ولا ايه، فانت محتاج فيديو انبوت كارت علشان يدخل الحاجات دي للكمبيوتر، فبرضو اجين هيكونفرت من الانالوج دي للديجيتال، فدي مهمة. يبقى انت محتاج ان انت تشوف الفيديو كارد عندك ايه، عندك الجرافيكس كارد والجرافيكال بروسيسنج يونت دلوقتي بقوا حاجات قوية، مواصفاتهم قوية. فعندك مثلا كارت زي النيفادا ده مثلا، حضرتك بقى عليه البروسيسنج يونت هو نفسه جي بي يو جرافيكال بروسيسنج يونت، بقى البروسيسور بالإضافة للرامات بالإضافة لكذا بقت على كارت منفصل عشان حضرتك تعرف تشغل ال 3 دي بسرعة وما تحملش على ذاكرة الجهاز ولا البروسيسور بتاع الجهاز. فأصلا البروسيسور ده بيسخن زيه زي البروسيسور العادي، فحطينا عليه المراوح عشان تبرده. والكارت ده ممكن أصلا يبقى تمن ونص تمن الجهاز دلوقتي. يبقى حضرتك بتشوف الهاردوير اللي هيشتغل مع حضرتك، البوزيشنال انفورميشن، ما هو الماوس ده بيعمل بوزيشن على الشاشة، الجويستيك، ديجيتايزنج تابلت، لو تيجي ترسم الناس اللي بترسم على التاتش سكرين، تمام؟ سواء بالبن ولا بحاجات تانية، فانت دي بنسميها بوزيشنال انفورميشن از انالوج. فبرضه انت عايز تعمل روتيشن، عايز تعمل اي حاجة عشان تحولها للديجيتايزنج عشان تدخلها على الكمبيوتر، فدي برضه محتاج ان انت تتعرف على الحاجات دي. في دلوقتي بقت اي تراكنج، مجرد بتحرك الاي بتاعتك الماوس بيتحرك على الشاشة، فده بوزيشن جديد. فالحاجات دي كلها بقت حضرتك لازم تاخدها في الاعتبار، انت هتشغل المالتي ميديا بتاعتك بناء على ايه، وايه اللي هيحرك لك الحاجات دي. الماس ستورج اللي انت عايزها من اول بقى الدي في دي، ولا كان قبليه السي دي روم اللي كان بيشيل 720 ميجا، الدي في دي 4.7 ولحد 16، الليزر ديسك من 60 مينت لو عندك انالوج فورمات ب 30 فريم بير سكند. كل الحاجات دي كلها حاجات مهمة لازم تبقى كونسيدرد وانت بتصمم المالتي ميديا بتاعتك. وخلي بالك ان السبيد بتاعت الدي في دي هات اقل من السبيد بتاع الهارد ديسك، فانت لو عايز تشغل حاجة من غير تقطيع فالمفروض بتروح ان انت تشغلها على الهارد ديسك وهكذا. فبقى فيه بتشوف السبيد بتاعك، الريد سبيد، الرايت سبيد، الري رايت سبيد، الدنيا ماشية ازاي مع الجهاز بتاعك، هتستخدم فيرتشوال رياليتي ولا لا. فالفيرتشوال رياليتي to provide the user with a computer controlled
environment that is close to physical reality as possible. فبقى بيلبس نظارة بتوريه كأنه هو شايف 3 dimension، وماسك جلافز في ايده بيحرك الحاجة زي ما بتشوف كده في الإعلانات بتاعت الأفلام بتاع الخيال العلمي. الحاجات دي ابتدت تبقى موجودة، تمام؟ وبالتالي الحاجات دي كلها بقى مهم إن حضرتك تتعرف عليها. أنت ناوي تبعت المالتي ميديا بتاعتك على الستريمينج، فأنت محتاج نتورك وشبكات. شوف بقى نوع المودم اللي هيتركب، تمام؟ ADSL ولا ISDN، الشبكة نفسها هتبقى متوصلة بلانز ولا انت موصل الايثرنت وموصلها على الشبكه الرئيسيه. الباند ويتس عندك قد ايه، تمام؟ طبعا المودمز بتاخد لور باند ويتس والكيبلز بتبقى هاي باند ويتس، تمام؟ الانكودنج اللي هيتم ازاي عشان تبعت الحاجات، ايه الستاندر في الانكودنج اللي انت هتبعت بيه، كل دي حاجات مهمه تو بي كونسيدرد بالنسبه للهاردوير. طيب هندخل بقى للجزئيه الثانيه، ايه هو السوفت وير اللي محتاجينه عشان نشغل مالتي ميديا؟ طلع السوفت وير دي مش كلمه سهله، ما السوفت وير اصلا انت عندك سيستم سوفت وير وعندك ابلكيشن سوفت وير. فالسيستم سوفت وير ده محتاجين نعرف الاوبريتنج سيستم موجود شكله ايه، الدرايفرز شكلها ايه، والابلكيشن نبقى نتكلم بقى على الديفلوبنج سوفت وير بعد كده او الديليفري سوفت وير. فاحنا عايزين نشوف السوفت وير اللي هيشتغل شكله ايه. فانت هنتكلم الاول على الاوبريتنج سيستم، فانت محتاج تشوف الديفايس درايفرز بتاعتك، تمام؟ هتعرف الدرايفرز بتاعت الشاشه والهاند كام والحاجات اللي هتوصلها ازاي. هل الجهاز بتاعك مالتي تاسكينج مالتي ثريدنج ولا لا، ولا هو سنجل جوب ات تايم؟ فيبقى احنا هنشتغل بقى بالشغل البطيء جدا. الميموري مانجمنت عندك شكله ازاي في الاوبريتنج سيستم بتاعك، والديسك سبيس مانجمنت بيعمل ايه؟ هل في للبروسيسور بتاعك في سكادولينج محترم ومانجمنت محترم، ولا انت بتستخدم بروسيسور تعبان؟ الويندو مانجمنت شكلها ايه؟ السيرفر اذا كان عندك هيبقى سيرفر، فممكن يبقى في سيرفر للايميلات، سيرفر للويب، سيرفر للبرينتنج، سيرفر للسكيورتي اس اتش وخلافه. فدي كلها حضرتك حاجات محترمة لازم حضرتك تخلي بالك منها. يبقى عندنا يوزر ليفل بقى سوفت وير بينكلود البروجرام تو اكسس اند ديل ويز لور ليفل اوبريتنج سيستم. فور اكزامبل الفورمات بتاع الديسك، البارتيشن، كل الحاجات دي لو ليفل، لكن احنا بما عندنا برامج بتخلينا نتحكم في الحاجات دي. والاند يوزر ليفل ابلكيشن زي الماكروميديا دايركتور، باوربوينت، ويب براوزرز، كل الحاجات دي انت لازم تتعرف عليها. طب تعالى نشوف الديفايس درايفرز. تمام، عندك الديسبلاي ادابتر درايفر، الفاير وول كارد درايفر، النتورك، الفيديو كاميرا. كل الدرايفرات دي حضرتك لازم انت بتشوف هي هتشتغل على انهي هاردوير، تمام؟ وبناء عليه بتعمل انيبلنج للدرايفرز دي ان هي تشتغل مع الاوبريتنج سيستم بتاعك، علشان لما تفتح الاوبريتنج سيستم هو يبقى اوريدي انكلودد للدرايفرز دي ويقدر يتعامل مع الهاردوير اللي انت ركبته جديد في المكنه. كذلك بالنسبه للكودنج اللي هتستخدمه، الكومبريشن والدي كومبريشن للسوفت وير درايفرز دي وللسوفت وير عامه للفيديو والاوديو، فدي محتاج ان احنا يبقى عندنا ستاندر للكودنج ده اللي هنستخدمه. فشوف انت مثلا الاي في اي بيستخدم السنابك او الانديو كوديك كان بيوز، لكن في الكويك تايم بيستخدم نوع تاني. فاحنا عندنا ميني كودينج كان مي يوز، فالكودك ماست بي اون ديفلوبمنت سيستم اند اون ذا ديستنيشن سيستم از ويل. فانت حضرتك بتعمل هنا بكودك معايا وبتوزع بعد كده للعميل، فلازم العميل يكون عنده نفس الكودك، اذروايز ان هو مش هيقراه. يبقى احنا كده بنوحد الكودك اللي احنا هنشتغل بيه مع بعض. بالنسبه للنتوركينج فانكشن، انت عايز تعمل تشوف الاوبريتنج سيستم اللي مشغله في النتوركينج ده بيعمل ريموتنج ديسك ماونتنج ولا لا، في لور ليفل نتورك داتا ترانسميشن محتاج تشيك عليها. عندك السبع طبقات بتوع النتورك، اهم حاجه فيهم الفيزيكال والداتا لينك لايرز عشان تشوف الدنيا ماشيه ازاي في اللو ليفل، تمام؟ المالتي ميديا سوفت وير often depend على النتورك، فمحتاج ان انت يبقى عندك dynamic loading of codec and other component،
وان انت تاكسس للويب بيز برزنتيشن بسهوله وبالاسرة المطلوبه ان انت تتعامل معاها. الكوميونيكيشن بروتوكول اللي هتستخدمه، فانت عندك الفيزيكال لاير بروتوكول ايثرنت توكن رينج اي تي ام، او الهاير لاير بروتوكول التي سي بي اي بي تمام، او بتاع الايميل الاس ام تي بي، ولا الهايبر تكست ترانسفير بروتوكول اتش تي تي بي. كاتب لك اهو ارقام اللاير اللي بيشتغلوا فيها، فانت عندك الارقام بتاعت اللاير من 1 لـ 7، و7 هو الابليكيشن لاير في الاخر اللي هو البرنامج اللي هتشغله. performance object accuracy transmission speed الايرور كوركشن، هيديني ايرور لما الباكت دي ما توصلش ولا لا، هيسمح لي بديلي قد ايه قبل ما الباكت التانية توصل، otherwise هيدمر الباكت علشان الشبكة تفضى. الاوفر اول ثروبوت شكله ازاي على الشبكة، كل الحاجات دي to be considered وانت بتعمل البرنامج بتاعك. الاركتكتشر بتاع الكلاينت سيرفر بتاعك شكله ايه، السيرفر بتاعك بيشغل الدنيا ازاي تمام، والبروسيس ذات بروفايد اكسس تو بارتيكولار هاردوير اور سوفت وير ريسورسز، فالبروسيس هو البروجرام اللي بيران اندبندنتلي اون ا كمبيوتر. فا اوفن يوزد ان ذا كونتكست اوف نتورك يوزد ويزن سوفت وير ديزاين جنرالي از ويل. السيرفر may be designated a software process or may be designated a computer hardware depend على الكايند بتاع السيرفيس being provided. يبقى الداتابيس سيرفر بتاعتك شكلها ايه، المانيبيوليشن للداتا والريتريفنج للداتا شكله ازاي، هل بيتعامل مع الديسك بسرعه ولا لا، الداتابيس بتاعتك متوزعه في مكان سنترال ولا بنعمل لها ديستريبيوشن في حتت كتير وهتلم الداتا من كذا فرع من على الشبكه. فبالتالي الميترنج بتاعك اللايسنس بتاعك مديك ميتر قد ايه تقدر تشتغل بيه، هتشتغل بكميه محسوبه بالوقت ولا انت بتدفع بالكوتا وواخد كوتا مثلا كبيره بتكفيك ان انت تشتغل عليها، ولا بتستخدم حسب ما تاخد الاستهلاك، حسب الدفع حسب الاستهلاك. فبالتالي pay as you use، فدي انت اللايسنس بتاعتك بتسمح لك بايه، كم شخص ممكن يدخل على نفس السوفت وير بتاعك من الشركه بتاعتك ويأكسس نفس الماتيريال. فانت كل الحاجات دي محتاج تشوفها وانت بتشتغل. السيرفر ريسيفز ريكويست، والريكويست ده هيعمل بيه ايه من الكلاينت، هيوصله لمين تمام، وهل هيعمل ريموتنج على اجهزه تانية ولا هيشغل الريكويست دي على لوكال بتاعته هو. فحسب الاركتكشر اللي انت مستخدمه مسجل ايه على السيرفر بتاعك، ومسجل ايه على اللوكال ماشين بتاعت الجهاز، ايه اللي بيأكسسه من هنا وايه اللي بيأكسسه من هنا تمام. الاوبريتنج سيستم او المالتي ميديا ريكويرمنت، فانت في الديفلوبمنت بتاع المالتي ميديا عايز تران المالتي ميديا، ف some operating system may be more suited for running multimedia. يعني طبعا الابل كانت مشهورة جدا بالمالتي ميديا قبل ما الاي بي ام توليها اهتمام، فكان تملي الابل ليها السبق في الاعمال بتاعة المالتي ميديا تمام. فانت اهو كاتب لك الايشوز انكلودنج ميموري الرام ريكوايرد قد ايه، الاوبريتنج سيستم افيلابيلتي، الابلكيشن، السبيد، النتوركينج، دي حاجات مهمة لازم نخلي بالنا منها. المالتي ميديا ديفلوبمنت سوفت وير نيد تو ديفلوب المالتي ميديا، فانت محتاج بقى تشوف انت هتعمل شوك ويف بلاي باك عشان تبقى عندك حاجات بتتحرك على الشاشة، ولا انت عايز تستخدم الميكروميديا دايركتور. والديفلوبمنت بتاعك انت في الاول محتاج تقيس ايه البري برودكشن اللي هتعمله، وبعدين البرودكشن هيتم ازاي، وبعدين البوست برودكشن بعد كده للحاجه اللي انت عملتها هتتم ازاي. انت ناوي تعمل 2D دايمنشن مالتي ميديا ولا هتستخدم 3D دايمنشن، هيبقى في امج كابتشرنج عندك ولا انت هتستخدم هيبقى عندك انيميشن ويتحرك الحاجات. فانت كل دي حضرتك في الديفلوبمنت محتاج ان انت تو بي كونسيدرد. وطبعا زي ما قلنا قبل كده الفيكتور جرافيكس والبيت ماب جرافيكس، قلنا البيت ماب جرافيكس اللي هو الراستر جرافيكس ده كله بيتسجل، كل البكسلات بتاعتك بتتسجل زي ما هي في الصورة. فلو انت عندك 300 في 600 بكسلز يبقى انت محتاج الريكتانجل ده ان انت بتمثله في 180 الف بكسل، يعني تقريبا بنتكلم في 176 كيلو بايت تمام.
ودي كده الداتا ان كومبريست. لو انت بتستخدمها كفيكتور تمام، فانت محتاج 100 بايت بس عشان تسجل الحاجه اللي احنا احتاجنا فيها 176 كيلو بايت بالراستر. فالفيكتور مجرد بيدي له امر الريكتانجل ابتدى من نقطه 00 لحد النقطه 300 و600 وبلاك وجراي وخلاص، فكده بقى محتاج بس 100 بايت بس تمام. التاني احتاج 176 كيلو بايت، يبقى دي حضرتك محتاج ان انت توصف الشغل بتاعك ازاي. خلي بالك ان انت ما بتوصفه بالبيت ماب بيبقى اسهل بكتير تمام. فانت بقى عندك تريد اوف، يعني موازنه، سبيس تريد اوف، هوازن بقى السبيس. لو هستخدم بيت مات جرافيكس اللي هي الانكمبريز هتاخد مور سبيس، طب لو استخدمت الفيكتور جرافيكس هياخد ليس سبيس. لكن بص بقى من الناحيه التانيه للسرعه تمام، السبيد تريد اوف، البيت ماب جرافيكس اللي هي الانكمبريز ار دروين فاستر، هتترسم بسهوله على الكمبيوتر بسرعه جدا. الراجل عنده شويه بيكسل تك 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 هيروح رسمها وخلاص في ثواني. لكن الفيكتور جرافيكس تمام نيد تو بي ديكودد، لازم نحولها الاول ديكودنج، نفهم انت كاتب له ايه، كاتب له ريكتانجل هيبتدي من كذا، فانت كده بقى ايه ويل بي سلوور ذان البيت ماب ريبريزنتيشن. فحضرتك عايز بقى تعمل تريد اوف، انت عايز سرعه ويقابلها سبيس اكتر، ولا ممكن نقلل السرعه ويقابلها سبيس اقل. فدي حضرتك اسمها تريد اوف تمام. فبالتالي لازم في بعض برامج زي ما كاتبين تحت اهو، ممكن تاخد لك الاثنين، تشغل لك جزء بيت ماب وتشغل لك جزء فيكتور، بس يعني احنا بنتكلم في المطلق. يعني الفيديوهات اللي انت هتعملها انت هتاخدها فريم، او الفريم ده اصلا كانه بيكتشر لوحدها، فانت الفريم بتاعتك دي ممكن ان انا اعمل لها temporal and spatial compression. ازاي؟ ان انا جوه الفريم اصلا spatial ده معناها بعمل compression جوه الفريم، لكن التيمبورال اكسس فريم ده بيشتغل بطريقه تانية. تعال بقى نشوف الطريقه التانية في التيمبورال كومبريشن دي بتتم ازاي تمام. Some compression method use this form of coding, store information on one frame at a particular intervals. This is a key frame. وبعدين store the changes from this point, use frame differencing, make use of common background often shared between multiple frames. طبعا حضرتك فهمت مش كده؟ طيب بص يا استاذنا، في النوع ده من الكومبريشن احنا عندنا الفيديو عبارة عن فريمز بتتحرك، فاحنا هناخد اول فريم ونعتبر مثلا المنظر اللي قدامنا دلوقتي صورة حصان في مزرعة تمام. تخيل بقى كده ان احنا عندنا صورة حصان في مزرعة، فالمزرعة دي عندنا الارضية خضراء والسماء فوقيها زرقاء والحصان نفترض ان هو ابيض. فانا هاخد اول فريم ده هسميه الكي فريم، يبقى ده كده ايه الكي فريم. وبعدين الفريم اللي بعديه الحصان هيبتدي يتحرك تمام، يبقى الفريم اللي بعديه هثبت انا الخلفية خلاص ان هي الارضية خضراء والسماء بالازرق، وهشوف بس التشينج بين الفريم ده والفريم اللي وراه فين. فيبقى انا كده سجلت ايه، سجلت كي فريم واحد، لكن اللي جاي بسجل الديفرنس بس مش بسجل فريمات جديدة. فبالتالي ده كده بقى نوع من انواع الكمبريشن اسمه تومبرال كومبريشن. خلي بالك برضو مستوى تسجيل التشينجز ده، الناس التانية هنيجي كمان شوية هيقولك هو انت هتغير كل فريم وتشوف التأثير؟ لا يا ريس، مش انت بتقول العين بتاخد 25 فريم بير سكند عشان تشوف التغيير؟ طب انت لو خدت كل 15 فريم شفت بس التغيير معايا، يبقى كده برضو العين ما لاحظتش قوي ان الحركة مش سموز ولا حاجة. يبقى شوف الكومبريشن جه منين والفكرة جت منين، ان هو عمل الجزئية دي. يبقى time dependent medium illusion of motion depend on frame rate don't perceive motion below about 15 فريم بير سكند. يبقى الراجل اهو بيقول لك انا ايه، انا يعني كل 15 فريم بير سكند هبقى اشوف الايه الديفرنس اللي حصل عندي واشتغل عليه.
Time dependent media place a high computational demand on a computer. فأنت عندك هنا مسألة أهو. For example, لو أنت عندك 1024 في 768 image resolution شغال 24 bit color dips ب 30 فريم بير سكند، يبقى المفروض الداتا ترانسفير ريت في الكيلو ساي كيلو بايت بير سكند كام، وادي الحل بتاعها اهو. طيب انت بقى حضرتك احنا بنقول apparently معناها ان انت ما استخدمتش داتا كومبريشن، يعني انت بقى حضرتك هتيجي تبص تقول لي انا مش مذاكر الحاجات دي عشان انت قلت الامتحان هيبقى احتمال multiple choice، فاكيد انت مش هتجيب لنا الحاجات دي في المالتيبل تشويس. لا يا سيدي، ممكن جدا اجيب لك يبقى دي راس المسألة تمام، واحط لك تحتها الثلاث ارقام وانت تختار من الثلاث الارقام الرقم الصحيح، حيث احط لك منهم اخر رقم ده اللي هو 69 120 كيلو بايت بير سكند، ده احد الارقام الصحيحة. فبالتالي انت هتضطر تعمل الضربيات بتاعتك دي بره وتحسبها وتشوف الرقم ده صح ولا الرقم اللي قبليه صح وهكذا. فدي حضرتك ما تستبعدش ان احنا نشتغل بالحاجات دي جوه الامتحان بتاعنا. طب الانيميشن similar to video each frame created via software not from camera. المرة دي بقى الفيديو كان جايب لنا السورس من الكاميرا، المرة دي احنا جايبين السورس من السوفت وير. ف traditionally done by hand frame by frame. لو شفت ايام زمان ميكي ماوس لما كان بيرسم، ميكي ماوس وهو عمال يتحرك ويرسم لك ورق كتير فريم باي فريم ويجريهم ورا بعض بحيث يبان لك ان هو بقى فيه انيميشن، فاحنا دلوقتي بقى عندنا اونلاين ريال تايم بروجرامز سوفت وير بتسمح لك ان انت تجنريت الفريمز دي اون فلاي تمام. فبقى عندنا اونلاين معناها فريمز ار جنريتد اون ذا فلاي ان ريسبونس تو دايناميك تشينج اوف ذا موديل، وعندنا الاوفلاين فريم جنريتد ان ريسبونس تو موديل تشينج. فدي حضرتك أجزاء من الأنيميشن. عندنا تكنيكس مرتبطة بالأنيميشن، الجايد بتاع الأنيمال بيمشي إزاي، والجايد ده دلوقتي بقى علم في الكمبيوتر ساينس، بيشوف إن هو يتعرف على الإنسان من المشية بتاعته من طريقته في الحركة معايا، مش بس ببصمة الإيد أو بصمة الوش، بحيث إن هو من بعيد هو جاي من الكاميرا من بعيد ما خدش بقى الا بصمة ايده ولا شايف بصمة عينه، فهو من بعيد شايف مشيته، فالمشية بتاعته حركة رجليه حركة ايديه شكلها ازاي، فيقول لك ده فلان ده هو اللي جاي، وده كده حصل فيه تقدم كبير دلوقتي وبقى شغال كويس جدا. المورفينج ان انت بتبتدي بشكل معين وبعدين تعمله ترانسفورم عشان ياخد السكند دامج في لحظات فيبان ان هو تحول، زي العربيات اللي بتتحول مثلا ل انسان آلي كبير، الافلام الكرتون بتاع زمان دي تمام. ف applying change gradually فانت بتاخد few second على ما تحط ال 30 فريم بير سكند بتوعك، فانت ممكن في ال 30 فريم بير سكند دول تبتدي تغير وتحط فريمات في النص بتاعت الشكل التاني. فانا ابتديت بفريم بتاع صورة اولانية وبعد 3 4 فريم حطيت بداية الصورة التانية، فابتدت الصورة تتكون وانت مش ملاحظ الفرق. ليه؟ لان انت عينيك بتجيب 25 فريم بير سكند عشان تلاحظ تمام. الفيرتشوال رياليتي موديلنج لانجويج ال 3D مالتي ميديا مع الانترنت، كل التكنيكس دي هي ريليتد للحاجات الموجوده عندنا في المالتي ميديا. الفورماتس بقى اللي عندنا والبرامج اللي عندنا، الستاندر فورمات بتاع الفيديو والاوديو عندك الام بي اي جي، الاوديو ده بقى ايزو ستاندر واوبن ستاندر، بس ممكن ان انت تدفع فيز معينة نتيجة ان انت تستخدمه. الكويك تايم والاي في اي، وادي اللينكات بتاعت الشركات بتاعتهم، والكويك تايم مطلعاه ابل والاي في اي مطلعاه المايكروسوفت. الام بي جي الستاندر من اول ما طلع والابليكيشن بتاعته كانت ايه والجنريشن بتاعته ايه، كان عندنا من اول واحد لحد اهو 21 تمام، وكل واحد كان بيشتغل مع انهي ماتيريال. الام بي جي 1 فور اكزامبل كان يكافئ الكواليتي بتاعت الفي اتش اس اللي هي شرايط الفيديو الكبيره بتاعت زمان ات 1.15 ميجا بت بير سكند، والام بي جي 2 بقت احسن شويه تمام، وحطوا فيها
الستيريو بالنسبة للساوند، ابتدى يجيب لك هنا هو بقى يوصف لك بالظبط كل لاير كان شغال مع ايه، مع الام بي جي والمونو والستيريو، دخلوا في الكودنج رقم كام وعلى انهي سامبلنج ريد بالنسبة للكيلو هرتز، تمام، لاير واحد فيه كام ولاير اتنين فيه كام، بعد كده اب تو 5 تشانل حطيناهم في الام بي جي 2، تمام. كل الحاجات دي موصوفة بالتفصيل عندك في الريفرنس اللي تحت، بحيث ان انت ممكن تعرف الفروقات بينهم شغالة ازاي. بالنسبة للاوديو برضو عندنا نفس الكلام، هاي كواليتي اوديو كودينج، بنستخدم لحد 48 تشانل مع بعض، والسامبلنج جريد بتاعهم من 8 ل 96 كيلو هيرتز بير سكند. فحضرتك انت المالتي تشانل، مالتي لانجويج، مالتي بروجرامينج كابابيلتي، كل الحاجات دي انت بتشوف الكودينج بتاعها كمان والانكودينج وانهي فيرجن هيعمل له بروفايدنج. فطلع ان احنا عندنا هو ام بي اي جي 4 هتبروفايد الكودينج والكومبوزيشن بتاع الناتشرال والسينتيتك اوديو اوبجكت ات ا فيري وايد رينج اوف بيت ريتس. وبالتالي كل الحاجات دي مهم ان انت تتعرف عليها بصفتك ان انت شغال في المالتي ميديا. انا واحد بعت لي هو احنا بقى مطالبين ان احنا نحفظ الهيستوري دون علشان هتسمعه لنا، ف يعني هل حضرتك ده الغرض من الكورس؟ انا بدي حضرتك حاجات خلفية عشان تبقى فاهم الدنيا ماشية ازاي، ما صحش تدخل في المجال وانت علاقتك بيه سطحية، لازم حضرتك تشوف ايه اللي تم في الهيستوري ده. لكن انا مش بسأل حضرتك ان انت تحفظه، لكن لازم اتليست تبقى انت فاهمه، تمام، بحيث ان انت بعد كده لما ندخل بقى في الحاجات الجامدة تبقى انت فاهم الدنيا بتحصل فيها ايه. الـ MP3 بالنسبة للأوديو بقى اللاير، تمام، عندنا الـ MP3 الفيرجنز بتاعته، تمام، وادي السايد بتاع الـ MP3 فيرجنز، الساوند ريبريزنتيشن على السامبل بيز، تمام، ايه الساوند فيتشرز بتاعتنا، الفريكوانسي شكلها ايه، الديوريشن، الميوزيكال نوت، كل الحاجات دي مهمة. وبرضه هناخد عليها أمثلة اهو، لو انت عندك أمثلة تقول لنا، لو عندك صوت مثلا معين الصوت ده هنعمله ريبريزنتيشن شكله كذا هياخد كام على الهارد ديسك. سوري. برضو عندنا تريد اوف نفس الكلام، ان انت عندك سيميلر تو ذوز تكنيك في البيت ماب والفيكتور جرافيكس، ان احنا عندنا كل ما تحسن الريزوليوشن بتاع الساوند كل ما ياخد سايز كبير على الهارد ديسك. فبالتالي الفونومي از يونت بتاع الساوند ان بارتيكولار لانجويج، الفونومز دي ماي ساوند ديفرنتلي ديبند اون كونتكست، فور اكزامبل بيرسونال كمبيوتر رابيد حسب السرعه، ديفرنس از انالوج تو ديفرنس بتوين بيت ماب راستر والفيكتور اللي احنا قلنا عليها، هناخد مساله عليها حالا اهو. عندك سامبلنج ريت 44.1 كيلو هرتز و16 بيت ساوند ريزوليوشن، هاو ماني كيلو بايت داز ات تيك تو ريبريزنت 3 مينتس اوف ساوند من غير كومبريشن؟ يبقى انا عايز اعمل ايه، ريبريزنتيشن ل 3 مينت اوف ساوند. فانت عندك السامبلنج ريت اهي والهرتز بتاعتنا اهي، وبيقول لك طيب يبقى انا عايز 2 بايت بير سامبل، هيديني الرقم ده، انت عايز دقيقة يبقى 60 سكند يديني الرقم ده، هضربه في 3 دقايق يديني الرقم ده، في الاخر تقسمهم على 1024 يديك الرقم ده. يبقى انا عشان اسجل ساوند 3 دقايق محتاج 15 ميجا بايت من غير كومبريشن. طب if we represent speech phonema and we want to represent individual word, how much data does it take to encode the English word hello؟ لو احنا هناخد فينوما بقى دي، كل حرف من دول اعتبرناه هو يونت زي ما قلنا في السلايد اللي قبل اللي فاتت، فاحنا عندنا الفينوما دي بيقول لك عندنا هلو، هلو دي 5 حروف، يبقى الورد بتاع الهلو ده 5 حروف،
فنشوف حسب الحسبة دي، اقعد بقى امشي معاها واقراها. ده مثال محلول. Sound filtering: a sound can be filtered to remove a certain set of frequencies. وفي برامج مخصوص بتعمل لك filtering، بتيجي على النويز وتروح عامله لها دامبنج، فانت بتشوف الكيرف بتاعها ماشي ازاي، وبتشوف ممكن ان انت تشيل النويز دي. فعندك اللو باس والهاي باس والباند باس، كل باس من دول ان انت تقدر تتحكم فيه، تشيله تتخنه ترفعه تكبره الفوليوم بتاعهم. كل الحاجات دي بقت موجودة. وقلنا محتاجين برضو في المالتي ميديا تو بي كونسيدر، انت هتشغل الحاجات بتاعتك دي على براوزرز، هتبعتها لعميل على براوزر. طب البراوزر بتاعه بيشغل انه فيرجن من HTML، بيشغل انهي فورمات من الميديا. البراوزر اصلا الفيرجن بتاعه رقم كام، حتى لو انت عامله على براوزر معين، فالفيرجن رقم كامل بيسمح لك بايه عشان تشوف الحاجات دي عليه. في بلاج ان لبعض البرامج هتستخدمها ولا لا، عامل بلاج ان للدي بي اف فور اكزامبل، عامل بلاج ان للشوك ويفز عشان يشغل الفلاشات ولا لا. كل الحاجات دي حاجات مهمة. المالتي ميديا بلاتفورم ريكوايرمنت، بنقول ان احنا مالتي ميديا بلاتفورم شوت سبورت الديفلوبمنت بتاع وايد رينج اوف مالتي ميديا ابلكيشن والابلكيشن ان ديستريبيوتد سيستم. يبقى لما تيجي تعمل مالتي ميديا محتاج ان انت تسبورت فرايتي اوف مالتي ميديا ابلكيشن، ما تبقاش عامل البرنامج ليه يمشي على حاجه واحده بس، لا انت بتشوف ان انت تخليه يقدر يشتغل على حاجه اكتر من حاجه، وفي نفس الوقت انت عامل حسابك ان هو ممكن يحصل له ديستريبيوشن على النت، وان يبقى فيه ستريمنج والناس توزعه. فلازم تكونسيدر الحاجات دي بالنسبه للسايز، بالنسبه للسرعه، وبالتالي احنا قلنا التريد اوف لازم ان انت تبص عليه. يبقى be able to establish and control streams of continuous media to choose the quality. ممكن تخليه يختار الكواليتي اللي تعرض بيه المالتي ميديا، تمام؟ to express a relation between several media streams as well. طيب المالتي ميديا delivery software، فانت عايز تشوف بقى انت هتبعتها له compiled ولا integrated. فلو انت هتبعت له compiled يبقى الماشين كود generated by computer CPU عندك، تمام؟ وعمل له compilation، وبالتالي شوف انت اخترت بقى مايكرو ميديا دايركتور بروجيكتور فور اكزامبل، فانت عملت له كومبايل، ولا هو عنده هو كمان عامل بلاج ان، فانت عامل له انتربريتد. انتربريتد معناه ان هو هينفذها في ساعتها سطر باي سطر، تمام؟ زي المايكرو ميديا شوك ويف. فانت مثلا عندك كان زمان عندنا لغه اسمها بيزك، فاللغه اللي اسمها بيزك دي كان اسمها الكومبايلر بتاعها اسمه انتربريتد، لان هو بتيجي ينفذ السطر رقم واحد يقول لك ده فيه ايرور، بعد ما تصلحه يقول لك سطر بقى 15 فيه ايرور، بعد ما تصلحه وتعيد الكومبايليشن تاني يقول لك سطر رقم 20. فهو بيشوف سطر باي سطر، لكن الكومبايل بياخده كله على بعضه ويقول لك سطر واحد و15 و30 فيهم ايرور، صلحهم مره واحده وتعالى تاني. فالكومبايل بياخدهم كلهم مرة واحدة ويطلع لك النتيجة، والانتربريتد بيمسكهم سطر لسطر. In both cases, media files are embedded and or retained as separated files. وكده يبقى احنا خلصنا الشابتر السهل اللي هو شابتر 4، ونشوفكم ان شاء الله في شابتر جديد، بس مش هيكون سهل زي الحاجات البسيطة دي.